صباح الخير، اليوم كلش كلش حلو وانا فرحان ومتأكد 100%. اليوم متفائل بيه بشكل مو طبيعي. اليوم يوم جمعة وان شاء الله ان شاء الله جمعة بخير هاي على الناس كلهم، ويا رب يحفظ كل العالم. اوكي طبعا انا قبل لا اكل شوية، طبعا اول شغل خليني اروح افرش اسناني. اوف نسيت، ما عندي مكان افرش بيه اسناني، مو مشكلة. اول شغل خليني اشوف اكل، لازم اتريق، ما عندي اكل. وشلون المشكله هاي؟ اريد اكل يا ناس، اريد اكل والله ما عندي. بس هنا انا جاري اللي غني النار، دائما دائما اروح له اقول له ساعدني، انطيني اكل، خليني انطيني شويه ماي، انطيني اي شيء، يقول لي انقلع، يطردني. بس انا ما اقول بس الله يوفق، انا ما عندي شيء وياه. انا احب الخير للناس واتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح، ويا رب احفظ كل الناس. طيب خليني اشوف، معقوله ما عندي اكل هنا؟ اعتقد كان عندي خبزه. اي والله ما عندي اكل، مو مشكله، الحمد لله وشكر. على كل حال انا ما احب اتشائم. اوكي خليني ادس على هذا الكرسي. والله كليت هاي الخبزه بس يعني ما تشبع. طيب خلي ارتب فراشي اول مره حتى قبل اروح اطلب مساعده من جاري. دائما دائما كل يوم اروح له من الصبح وبالليل والعصر ازعجه، اقصد اطلب من عنده مساعده ويرفضني. اوكي خلي ارتب فراشي سريع سريع سريع. اوكي هسه رتبت الفراش، يعني حط الفراش بيه بعروض بس مو مشكلة. اوكي رتبت الفراش هسه كله تمام. هسه خلي اروح صديقي اللي بيته من نار. اوكي خلي اسد الباب هذا وهذا الباب الثاني. انا دائما اطلب مساعدة الناس بس ما يساعدني، لان يقولوا لي التماي وما ادري شنو، وما يصير يلتقي الماي والنار. بس انا ما اعترف بهاي الشغلات، لازم الناس يساعدوني وما ادري شنو. اوكي مو مشكلة، بس قبل لا اروح البيت صديقي المصنوع من النار، خلي اروح ازور هذا الفقير اللي بصف بيتي، بلكي يحتاج مساعده شيء او انا اطلب من عنده مساعده. اوكي السلام عليكم. هلا هلا، منو السلام منو؟ عليكم. عليكم السلام حبيبي، اهلا وسهلا، تفضل اخوي المايه، هلا تفضل. وعمودي ارتي، شلونك؟ ايش اهلا اخبارك؟ وسهلا اخوي، الحمد لله وشكرا على كل حال. بس ليش زعلانه؟ شنو ايش صاير؟ بس انا مو عمو، انا بنت اخوي. ليش تقول لي عمو؟ انا مو اعرف عمو. اعرف عنه اعرف، بس ليش زعلانه؟ ايش صاير حياتي؟ والله صراحه كلش فقيره، صندوقي فارغ، عندي بس خبزتين، اريد لحم. طفشت من الخبز ولا طفشت؟ طفشت. سمعيني عيوني عيوني عيوني، سمعيني بس قولي لي اول شغله، انت شنو اسمك؟ انا اسمي حمديه، وانت شو اسمك حبيبي؟ اسف والله اسف. انا اسمي مهدي. سمعيني حمديه اختي، حمديه سمعي عيوني. تعي برا نتكلم، تعي برا، تعي تعي، لا تزعلين، تعي. طيب اول مشكلة. شغله اول شغله اريدك تصبرين، ثاني شغله تشكرين الله سبحانه وتعالى على كل حال. انا ما صرت تشامين، خليك طبيعيه عادي. الحمد لله ويشكر على كل حال اخوي، ما تشاماني بس مو مشكله. انا ما عندي، سمعيني، انا ما عندي اكل، عندي بس خبزايه واحده وهاي تستاهلينها انت، لان يعني لازم تساعد الناس الفقراء، حتى انا فقير بس لازم اساعدك. اوكي مشكور اخوي الماي، الله يعطيك العافيه. بس والله الصراحه ما راح اخذ هديه مالتك، لان الصراحه طفشت من الخبز يابا. خلاص راح اعطيك الخبز كل اللي عندي، مو مشكله. يلا لا لا سمعيني سمعيني، لا لا سمعيني سمعيني اختي، سمعيني شنو شنو دوني، سمعيني. طيب اذا ترديني اجيب لك لحم، اكو شيء لازم تسوينه. اوكي شنو هذا الشيء؟ تحدي لو شنو؟ تحدي تحدي، هذا تحدي خرافي. اذا راح تسوين هذا التحدي راح اجيب لك اكل واساعدك وخلي بيتك يصير قصر. صدق؟ اي وموافقه، يمين بالله موافقه. بس قولي شنو هذا التحدي؟ خلاص التحدي هو لازم كل المشتركين يضغطون لايك، يشتركون بالقناه ويفعلون جرس الاشعارات حتى هسه اساعدك. خلاص شباب بنات سمعتوا، حتى هذا اخوي الماي يساعدني، اريدكم كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس التنبيهات. خلاص يلا قبلت بهذا بهذا التحدي الخرافي. طيب. اوكي اني اول شغله سمعيني، اني اول شغله راح اعطيك خبزه فستقين. اوكي اوكي مش خبزين خبزين. اوكي هاي اول شغله. اوكي خلاص مشكور حبيبي، مشكور الله يعطيك العافيه. اوكي اني ساعدتك حاليا اعطيتك خبز، شنو راح اسوي؟ حروح لهذا الجاري الغني النار عندي اكل، وبس يعطيني اكل يعني راح اجيب لك اكل، اساعد اجيب لك دايم واروح اجدي لك، يعني ارتب وضعي. اوكي خلاص مشكور الله يعطيك العافيه اخوي المايا. اوكي مو مشكله، انا هسه خلي الله ارجع. يحفظك الله يحفظك، يلا يلا مع السلامه اخوي المايا. من هذا اللي دا يزعجني؟ شنو هذا الصوت؟ اي شنو؟ من سد الباب؟ هاي مايا بعد. العفو عمو، شلونك عمو؟ شخبارك؟ احترم نفسك، رجع لبيتك، يلا ما عندي وقت اضيع، ارجع لبيتك يلا. روح اسمعني عمو، اسمعني روح انقلع. لا لا ماكو 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 ماكو، روح انقلع انقلع، روح انقلع يلا روح. طيب مو لخاطري مو لخاطري. شنو؟ شكو شتري اشتري يلا، قلي شتري يلا، ما عندي وقت اضيع، اريد ارجع انام. ها شنو؟ طيب انت راح تنام، بس تعال برا تعال برا نتكلم، تعال يلا قلي على السريع. شنو هسه ادبك باللافه؟ شنو؟
نعم، وأنا ما محتاج منك مساعدة، يعني الحمد لله وشكر الله موجود معاي. أوكي طيب شو تريد؟ هاي البنية الديرت هنا اسمها حمدية، الظروف صعبة وما أدري شنو. يا أخي هاي البنية كل يوم تجيني قدام هذا الباب تبقى تصيح خالي ساعدني خالي ساعدني. ترى طفشتني هاي البنية خلاص انقل عند وياها. حبيبي ما يصير تضربني. أنا أكره الفقراء. أنت أقول لك إياها، أكره شخص فقير. طيب شنو؟ أنت اسمعني. أنت متزوج أو لا؟ لا ما متزوج يعني. طيب عندي حل، ليش ما تتزوج هاي احذر بنفسك. هاي حريتي أنا، حرية الشخصية ما حد يتدخل بيها. خلاص انقلع، ماكو مساعدة، ما راح أساعدك، روح انقلع. نم 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 نم. شنو يقول لي زي كذا؟ جوعانة يا حمدية، تعاي اختي جوعانة. هلا شلونك؟ منو هلا هلا حياتي، شلونك؟ شو اخبارك؟ شنو قلت لي حياتي؟ ايه انتم الفقراء. دقيقة تعاي ليش زعلانة؟ تعاي سمعي، شنو قلت لي حياتي؟ واحد يتغازل بيك شوية، انت اليوم طالعة عسل كلش حلوة. اسمع اخوي احترم نفسك، انا ما اريد اي شخص يتجاوز حدوده معي. اوكي خلاص انقلع، ماكو. لا تعاي والله اكلم الشرطة. شو تريد؟ ايش تريد؟ قل لي ايش تريد؟ عندك اكل؟ عطني، اذا ما عندك روح انقلع خلاص. لا انا جبت لك شيء احسن من الاكل. تعال خليك اشاورك. ما شنو؟ انا سمعت هذا اللي هنا النار يريد يتزوج. ايش قلت فيه؟ يريد يتزوجني هذا النار؟ صدق يريد يتزوجني هذا؟ واو يا مطرت الدنيا مطرت الدنيا. تعال خلينا ندخل. تعال يعني انت موافقة على الزواج؟ اي والله موافقة، يعني اللافة هذا الغني اللي عنده هواي فلوس وذهب اكيد اوافق يا اخي. لا يعني فهمي انت موافقة لان تحبين لو تردين فلوس. والله احبه، ليش اكذب عليك؟ انا يعني دائما الصبح اروح له، ابقى قدام الباب مالته وابقى اتوسل له، اقول له اخوي عطني اكل، فهو يطردني. والله احباني يكون شخص رجال يقول لي روح انقله وما ادري شنو. والله كل شيء احبه. يعني انت ترحيله ما تردين مساعده، بس تردين تشوفينه وتتكلمين معاه. اي ارجوك اخوي المويه ساعدني حتى اقدر اتقرب منه، ارجوك. طيب أنا ما راح أجيب لك أكل، يعني إذا راح تتزوجين راح تصيرين مشتي، ويعني راح تصيرين مرتي بين قوسين، وراح هو يطيش أكل يطيش أكل. إيش قلتي؟ شنو؟ ما فهمت أخوي، فهمني. ما فهمت. أنا راح أسوي شغلة خليك تتزوجين ذاك الشخص. إيش قلتي؟ أوه شغلة، أوكي موافق. والله أنطيك الفراش مالتي. خذ هذا من عندي لك، روح خذ. لا عيوني سمعيني. شنو؟ أنا حب أتغزل بالفقراء. قلت حياتي حبيبي. أوكي طيب أنا راح أروح أتوسط بذاك الشخص، أقول له يتزوجك. إذا يتزوجك أكذب عليه خليه يتزوج. إيش قلتي؟ أوكي مو مشكلة أخوي الماي، الله يعطيك العافية. أوكي الدنيا صارت ليل. اوكي يلا بكر الصبح روح له. اوكي انا هسه راح انام. نم 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 نم. والله ما اعرف هاي البنيه ليش فرحت، يعني معقوله تحب هذا اللافا؟ والله ما ادري. اوكي مو مشكله، ان شاء الله بالدقيقه خلي ادخل بالبيت الجو شويه مطر. ان شاء الله راح اصلحهم واخليهم يتزوجون. لما ساعد هاي الفقيره الديت، وما ساعد هذا الغني، يعني بدل ما يضل قاعد يعيش لوحده خليه يعيش مع زوجته، يعني افضل ما يعيش لوحده طول عمره وحياته ممله. اوكي أنا عادي ما أتزوج، أبقى هنا أنا ألعب بلاي ستيشن. أوكي مو مشكلة، الناس تصدقون علي، أنا أحب أساعد الناس كلهم. أوكي طيب اليوم عندي أكل؟ لا ما عندي أكل، انطيت للبنت الفقيرة. أوكي خلي أتأكد هنا، لا هم ما عندي أكل. أوكي مو مشكلة، الله يحفظهم. أنا هسه راح أنام مباشر إن شاء الله، راح أروح أشوف لي طريقة أخليهم يتزوجون إن شاء الله. أوكي يلا تصبحون على خير. صباح الخير، يوم جديد. ذكرت شغلة، اليوم لازم اروح اكلم صديقي هذا اللافا واقول له عن الزواج وما ادري شو، يعني لازم يعرس، لازم يتزوج هاي الديرتاية، يعني لازم. لا تكتبوا لي بالتعليقات شلون يتزوج ديرت ولافا وحمار، ما لكم علاقة، فيلم هندي صديق. اوكي خليني اكلم هذا اخوي النار. اخوي ها شنو؟ منو بالباب؟ منو جاي دق؟ وينك اخوي؟ يا اخي ترى طفشت لي، ترى كل يوم تجيني، والله مو وضعي هاي. روح انقلع يلا خلاص. اسمعني اخوي اسمعني، ماكو تعال اشتري فلوس. فلوس اي اريد فلوس. شنو؟ منو ما يريد فلوس؟ انا رحت بحثت بالسجلات مال الدوله، اكدت انه هاي الديرت اذا شخص راح يتزوجها
تتحول الى دايموند غنية. ماريت روح انقلع روح ماريت خلاص ماكو. يا اخي طيب اسمعني ها شنو هاي البنية بديرت حلوة قد خلي وقد زودي ماريد ما يا اخي انا اللافا احمى واشر واحر وكل شيء في ماينكرافت جهنم على حالي وتقول لي تزوج دير ايش فيك انت يا اخي تستهبل علي لو شنو طيب تعال طيب شنو اشتريت قل اشتريت اذا ادالك امر لك تتزوجها من اقوى بلوك اللي هي البيدروك يمين بالله لو منو يجيني لو تجيني الكريبر لو يجيني اي شخص يمين بالله ارفض يا اخي شو تزوج يا اخي بلوك الديرت وسخه والله ما اتزوجها ابدا انا قلت لك انك تزوجها راح تتحول دايموند وتصير غنيه انت وياها بس تقول ليش ما تزوجت يا ماري تتزوج الديرت تروح تزوجها انت اوكي اوه والله فكره خرافيه هاي حتزوجها اني واصير غني فكره بسيطه بدل ما اخلي هذا يتزوجها اوكي مو مشكله خلي اروح اكلمها بس قبل اكلمها خلي اشوف شكلي بالماء هنا شكلي حلو لا والله ما اعرف يعني شكله مقبول ان شاء الله تقبل بيه اوكي خلي اروح اكلمها هسه وان شاء الله تقبل بيه يلا السلام عليكم حمديه ها منا بالباب حمديه سمعيني حمديه ويلي يا عادي اطل هذا كل شوي راح يبقى يجيني يا اخوي خلاص مش وقت تعوفني يا اخي شو وقت انا جاي اسال تردين تزودين اللافا اي اريد تزوج اللافا خلاص موافقه خلاص تعال يلا ها شنو يعني هسه صرت تردين تجيني طيب انا رحت كلمت اللافا وصفطت له فلوس كل شيء رشوه كل شيء ما يبغى يتزوج يقول لك دارت مو حلوه شنو انت استاذ اللافا يستهزئ فيني ويقول لي اندير عيوني لا تزعلي طيب انا عندي حل شنو هذا الحل ايش رايك نتزوج انا وياك ايش قلتي شنو اخي اتزوج انا وياك اخوي نحتاج فلوس نحن ما يصير ما نقدر اتزوج انا وياك انت فقير واني فقيره شلون يتزوجن اثنين فقراء ويا بعض ما يصير كذا ما يصير اخوي سمعت انا راح قررت بسبيلات الحكومه انه انت حقيقتك كانت دايموند يعني بس تتزوجين راح تتحولين الى اغنى بلوكة بالعالم كذاب والله انا دك اكبر كذاب بالعالم شلون انا هسه ديرت واني معترفه انه اني شكلي ديرت اول ما انولدت وراح ابقى طول عمري ديرت انت تكذب علي حتى اتزوجك وبعدين تسحب علي صوره سمعيني هاي مجرد قصه يعني اذا واحد تزوج شلون هاي مال الاميره السحريه ومن شنو والغول بس تتزوجي راح تتحولين الى دايما تصدقيني اوكي مو مشكله اوكي دايما يعني صديق اخوي اذا ساتزوجك صديق اصير دايموند يعني شكلي يتغير مو؟ ايه واحتمال مو بس دايموند تصيرين احتمال تصيرين ايرون شو اسمه ايميرالد تصيرين اغلى من الدايموند تصيرين اغلى شيء يعني هسا اذا اصير دايموند اقدر اتحكم في اي بلوك في ماينكرافت تصدق؟ ايه تقدري تتحكمين بس بهاي الشغله بس سمعيني انا ما راح اتزوجك الا تسوين شغله ها شنو هاي الشغلة اخوي الماي شنو يعني تعرفين اني ما اريد اربط نفسي بيش يعني اوكي مو مشكلة الشغلة هي اريد اشترحين لي سوبر ماركت تجيبي لي اندومي وتطبخينها لي اذا عجبتني الاندومي اذا عجبتني ما اتزوجت كيفك بعد سهلة اكتر اروح اجيب لك اندومي هسه من المول بس المشكلة اخوي ما عندي فلوس شلون اجيب لك اندومي اخذي بالدين باسمي اوكي اخذي بالدين قلي لي ارجع هناك من نصير ايميرالد اوكي الدين بس اخوي لازم اندومي ما تريد لحم ما تريد شيء ثاني انا قلت لك معكرونه يعني اندومي لا تناقشين طيب مو مشكله راح احاول اروح للمول اروح اجيب لك اندومي بس كفيني شرك اوكي مو مشكله هسه خليني اروح اجيب له اندومي هذا الورق لا طحت في المويه اخوي ساعدني اخوي ساعدني طحت ساعدني والله غبي طلع والله حبيبي نقذتني من الموت والله اشكرك كلش حبيبي عيوني والله شكرا لك لو ما كنت جيب اندومي يلا اندومي يلا راح اروح للمول اجيب لك اندومي هلا اخوي هلا شلونك حبيبي شلونك هلا اهلا وسهلا ماذا تريدين والله صراحه اريد اشتري اندومي عندكم ولا هنا تريدين اندومي اندومي لا ما يصير شنو ما يصير اندومي ممنوع بهاي الدوله الاندومي ليش اخوي ممنوعه ليش شنو اندومي من الخنزير مصنوعه اح الاندومي مصنوع بلحم الخنزير شلون طلعت هاي او ماي جاد كيفي
الاندومية صح من عاقين، بس انا لان ما عندي اندومي خوف منه. بس اخوي اريد ترجاك، اريد ترجاك، ارجوك اريد اندومي ضروري ضروري ضروري، ارجوك اسوي اللي تريده. عيني الاندومي ما موجودة. طيب 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 طماطة. عندكم بس طماطة هنا؟ الطماطة افضل من المعكرونة والاندومي صدق. فيش طماطية، فيش طماطية، هاي الطماطية هاي اوكي ومجانا، هاي مجانا والله. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية اخوي. اوكي يلا مع السلامة. سمعيني. انا سمعيني. ها شنو 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 شكو شكو خلص قال لي جيب لي اندومي. اي اكو شخص قال لي جيب لي اندومي، وقال لي اذا لازم جيبي لي الاندومي حتى اتزوجك، اذا ما تجيبي لي اندومي ما اتزوجك. وانا اريد اتزوج الصراحة حتى اتحول البلوكة الاحلام بلوكة الاميرالد او الدايموند. هاي سخافات، ما تقولي لي هي خرافات. هذا الشخص جاي يضحك عليك، بس يريد جوعان ومشتهي اندومي، يريدك تسوي له اندومي ويطردك من البيت. صدقيني لا 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 مستحيل اخوي، المايه جاري المايه مستحيل يسوي كذا. اصلا هو قال لي اريد اتزوجك، يعني راح يتزوجني عن قريب، ارجوك. شنو اوكي نشوف نشوف يلا طيب. يلا قلع اخوي 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 خلاص انا ما راح انقلع من هنا. طيب ارجوك ارجوك انصحني يا اخوي، والله ما اعرف، انا تعرف انا بنت صغيره عمري 17 سنه، كل شيء ما اعرف، يعني ما عندي تجربه ولا الحياه، ارجوك اخوي ساعدني. طيب انت الشخص تحبينه او لا؟ والله الصراحه ما احبه كلش، بس المشكله قال لي اذا رحت تزوجيني راح اتحول الى بلوكه ايميرالد. تعرف ايش معنى سيدي بلوكه ايميرالد؟ يعني اقدر اتحكم في اي بلوكه، يعني هاي البلوكه اقول لها تحركي تتحرك. يا اختي سمعيني، في عندي حل بسيط كلش. ها شنو هذا الحل؟ قل لي قل لي ارجوك، والله انا اسمع الكلام، قل لي شنو. انت مو تحبين هذا الشخص شويه؟ والله احب، ما احب الصراحه، ليش اتكذب عليك؟ هيجي عن طمع، فهمت؟ آمين. ان يطمع الله سبحانه على يعاقبه. اوكي شنو يعني اي شخص يطمع في شخص ثاني الله سبحانه يعاقبه؟ إيه؟ اوكي انا اللي اريده من عندي. خلاص خلاص خلاص، بس 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 اخوي خلاص خلاص مو مشكله. سمعيني تعال تعال قلت شغله تعال. شنو شنو يلا يلا لازم اروح انا ارجع لبيتي. ها شنو اريد؟ سمعيني سمعيني، هاي الشغله قولين بلوك الدايموند صحيح؟ ما تدريت هاي الشيء صحيح؟ اوكي يعني صدق اتحول بلوك الدايموند واحتمالها هم تتحولين ايميرالد. اللي اريده من عندك تبين هذا الشخص من صدق وما تكذبين عليه، لان هذا الشخص يريد يساعدك وانا اعرفه شخصيا، هذا اسمه بلوكة الماي او بوكة الماي، هذا يريد يساعدك بشكل مو طبيعي. فهمت. يلا مشكور الله يعطيك، مشكور الله يعطيك العافيه. يلا مع السلامه. يعني هذا الورع يريد ينصب علي، كشفته انا حمديه، ما حد ينصب علي. يعني هسه يقول لي خرافات وما ادري شنو، وهسه يقول لي لازم تروح تتزوجه. يمين بالله ها نسيت، لازم ارجع للمال، اروح اسرق نعال. اوكي اعتقد هسه الدنيا ليل، اي اعتقد كل القرموين اللي يشتغلوا هنا. اي افتح يا ورع، خلي اروح اشتري نعال حتى اكتله. اوكي اوكي خلي اكسر القزاز اول مره. اوكي اخذ النعال قياس 45 حتى اروح اقتل ذاك المايه. يمين بالله لأدبه، داي يتنافس مع حمديه جيرت، يمين بالله لأقتله بالنعال، والله لا يشوف. اوكي واخيرا وصلت البيت، وهسه يمين بالله لو اري هذا. السلام عليكم حبيبي. هلا حبيبي شلونك؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. اريدك تقلب وجهك، جبت لك مفاجاه كلش كلش حلوه. اوكي وافقت على الزواج. اوكي انا درت وجهي. اوكي يلا 1 2 3 موت، تريد تنصب علي؟ مو موت، شنو تريد تنصب علي؟ ما كذبت عليك، ما كذبت والله، ما كذبت. عفيني عفيني تكذب علي؟ صديقك اللي اشتريت من عنده الاندومي او الطماطه وهو اللي كشفك، ويمين بالله لا كذب. كذاب كذاب، هذا ما يريد يتزوجني. كذاب كذاب والله كذاب. ماكو لازم اليوم تنقتل. شنو شتريد شتريد شتريد؟ يموت يا ورع، قتلتك. بس خلي اخذ القبر مالتك. ايش عنده هذا؟ اوه عنده جمجمه. اوكي مو مشكله، خلي احط جمجمه هنا. مو مشكله، هسه اجتني فكره خنفو شهريه، هسه لازم اروح لبيته واروح اسرقه، يعني اشوف ايش عنده. هاي شنو؟ لا 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 تحت بالمايه، لا لا لا، يا رب يا رب يا رب حد ينقذني يا رب. هاي شنو؟ عجيب، صار شكله ايميرالد. او ماي جاد، يعني واو، هم زين ما تزوجته وقتلته يعني بهاي السهوله، يعني ليش ما سبحت من ذاك اليوم اني. وجتني فكره، بما اني اني صرت ايميرالد واحسن وحده هنا واحسن بنت في هاي المدينه كلها، راح اروح اقول لهذا لافا اروح اطلب منه الزواج. ها